شاء الله بمساندتكم ودعمكم ودعوتكم. أني هاي جيت أهني بابا شيخ، جيت حتى البنت ترجع على ديها. هدية جبتي لنا. يحفظك. مناسبة عيد الأربعانية واليوم صوم الأربعانية، أنت جبتي لنا أحلى هدية. إن شاء الله. تبدأ مراسيم هاي تسوى مليارات الدولارات. ايش قد تقريبا لحد الان جبتيهم كم؟ والله انا امكانيه الدوله ما سوت، الحمد لله لحد الان 102 طفل، طفله يزيديه وصلتها للم شمل ولدياره ماشي. بس انا هاي جبتها لان شويه وضعها يختلف. اولا جبت اهلي بابا شيخ بمنصبه، وثانيا انا كلش هذا مرجعيتنا احنا بيتنا، هذا نجي نزور، قلت ازور واجيب هاي الطفله لان امها في كندا فامنتني، فقلت انا مع الجماعه اجيبها هنا وتبارك بيها امها وتبارك بخير. يا هلا بك الانجاز. ما تفسيرنا غير هذا كلها مفتوحة إليك، وإنتي بنتنا وغالية وعزيزة على وسعك. ام دمور كاين دستي كان ياسبي، سجارة بدل كاين ودي حلال كاين بدستي كان ياسبي، يا كان ياسبي تمور اخو موركي، يا كان ياسبي تحلال كي، يا كان ياسبي تعمرك دريج دي ولا شي وخوش كاي وخدي وقف كان ياسبي حلال كات وفيروزي بالصر خيري بالصر. دواري ما يجي2015 من نزحنا حالنا من حال العالم. ف 2015 استلمت انا تربوي اصلا، استلمت منصبي مديره قسم المراه في محافظه نينوى. فبدينا تعرف احنا الكل في نزوح، والهاي بدينا مباشره بجمع الاحصائيات والقاعدة، جمع قاعدة بيانات، نعمل عن المخطوفين، ايش قد من مخطوفين من اليزيدية من التركمان، يعني من كل الأطياف. فكان عملنا بلبي من 2015 ل 2016 احنا بس نجمع معلومات. فالحمد لله توصلنا، تعرف الناس تشتتوا والناس في كل واحد مكان. فشلون عملنا هاي القاعدة باليمني بهذا القسم. بدينا من 2016 جانا مليار دينار من الحكومة المركزية لتوزيع للناجيات اليزيديات فقط للنساء وليس يعني للذكور. بديت بهذا العمل، اندمجت مع معكم خلينا مع اليزيدية. فصار كان عندي شروط هم يعني بالحكومة المحلية، شروط توزيع المبالغ، تعرف مبالغ الشروط هي شنو كان؟ انه
مستمسكات هوية مع شنو شاهدين يعني أوراق تحقيقية. إحنا هو اللي ننطي للنادية 650 ألف دينار. نعم. يعني ما يسوى ده. أنا فكر قلت يعني ما أذاك اللي يستوجب أنا أطبق قرارات المحافظة. أنا نزلت على الساحة مثل ما يقولون هالشكل. فكل من يجي والله ما عندي مستمسكات ما عندي. فبديت بالعمل بديت بالمخيمات وزعت فعرفت المآسي عرفت الوضع تعرف اللي من داخل الناس تعرف المعاناة والمآسي مالتهم ومن ايش قد مخطوفين. فصار عندي علاقة كلش قوية مع صار عندنا تحرير مدينة الموصل. انا صرت مديرة مخيم حمام العليزي. طلبت من كثير من اليزيدية انا ما اريد اعددهم قلت أنا مديرة مخيم حمام العلي. أنا الأوائل الدواعش كلهم موجودين في هذا المخيم. أنا أعرف تعرف أنا كتركمانية كل يعني تقريبا إحنا نعرف واحد يعرف الآخر وإحنا كعشائرية نعرف من اللي انتبع على داعش من اللي أخذ أطفال تعرف إحنا واحد مثل الحلقة واحد يعرف الآخر. فأنا شكلت الفريق بس ما في من طلابي يما يحبوني يعزوني فشكلت فريق مخفي كل الأماكن بالجانب الأيسر وبالجانب الأيمن في مخيم حمام العلي. تعرفوا مو 16 8 أطفال طلعنا. فأنا طلبت من إخواننا اليزيدين اللي كانوا أعضاء مجلس شخصيا أنا هم أصحاب قرار قلت لهم أريد من عندكم تصيرون معايا قوة أنا مديرة مخيم وأنتوا بس جيبوا لنا فحص الدي إن أي تفحصون هذول الموجودين كله. لأن ما حد كلهم يخافون ما حد يقول فلان وفلان كلهم تعرف متدربين دواعش وهاي. فصراحة ما حد اهتم ما حد هاي كل من راد لا أنا امرأة صريحة كلهم يعرفون كل من راد ينتسب الشغلة له أنا جبت أنا سويت. فقمت بديت مع مكافحة الإرهاب بديت بالدخول مع القوات الأمنية على من الأيمن قدمت أجيب أطفال وكان عندي دار أيتام خاص إلي أجمع هذول الأطفال اللي كبار رأساً يعرف كودي فأنا أعرف مباشرة هذا يزيدي الأصغار لا تعرف جمال فكنا الأصغار نخليهم دار أيتام بوقتها أنا كنت مشغولة في مهمة أنه أنقذ روح وتعرف تكتم كان تعرف الخلايا النايمة كانت متروسة والعوائل الدواعش بعدهم موجودين أخذنا الأطفال كنا نوش معها أقول ما يحتاج ما دام العائلة يعرف إن سكينة هي اللي انطت الطفل ما يحتاج فلان ولا زيد ولا عبيد يعرف. المهم مشيت بهذا المرحلة ما بعد التحرير صار عندي فريق قوي يعني بقوة أمنية كنت أجيب يجيني اتصال مرات بالأسبوع 3 أطفال كنت أستلم يجينا اتصال بجانب الأيمن أطلع قوة شرطة أجيب أستلم بنات نساء وتعرف إحنا خلي أحكي لك مهمة إنه كان يجينا هذول الأطفال إحنا كان نواجه هاي المشكلة كلش قوية فكنت أخذ الأطفال من عندهم أخليهم بدال أيتام. المرأة كانت تروح بساحة سبيلها على ما صار عندي شلون الناس ما يعني شافت أستلم الطفلاية من هنا الطفل لأن أعمارهم صغار أخليه بدار الأيتام يعني أشون تقول كنت مسيطرة يعني صراحة وقت محافظ نينا وأستاذ نوفا العقب كنت مسيطرة على دار الأيتام كنا كل 13 أنا ما كنت دائما مع القوات الأمنية من مخيم حمام العلي كان يطلعون من غير مخيمات جدعة من الجانب الأيمن من البيوت فكنا نجمعهم ونخليهم بالهاي. فأنا بديت أشنو شفت جماعة أنا محررة الأطفال أنا جايبة أنا جبت وأنا وديت شفت شغلي أشون يعني تفتهم قصدي ينتصر على هذا أعلم عن اللعبة. فأنا الصور اللي أجيب الطفلين هنا صورة الطفل آلاف العوائل من المخطوفين يتابعون وين يتابعون صفحتي قيمتي أنزل قيمتي معي فصار في آلاف بديت أشتغل على هذا الملف وصلنا بحكي لنا مقيم حمام العلي مئات البناتنا ومئات النساءنا موجودين في مقيم حمام العلي. رحت مرة على